إلهي باكلي محبة وحان ألقى كالسلام يا دمان كسوق يبقل أياش مناسبة دمبلانا بلان ويقول ريان قول أياش غرق قول تدي قولها وكيل لدى ماذا حنا غميت كينا نبضى إيا سلح يوتاقن صحابة ماذا حبنان إهل بولها هو حرية الغول ماذا حدا ورسيا صديتك كا أو هو قامين أيو محمود الحاشع وهل محمود هو ما هذا غيا خد بدي قيمة بطنين أو هل كشيء دي أو تصيصة إنه دي هاي استيس اسمان ماذا حدا حسب جو الضني يا دمان تاجر يا شايس بهايسيجا هل كان مدشة شوجا دل كدافيه سكنول شاشة هاي نقدا هون يا يدي بدبة ما أنت ما أنت هو مالي وي ما أنت هو مالي تاريخ السياسي دل كي نقلي دونتا ما أنت هو مالي إن بدن دلك لكي هو دكي بوحيسي ما أنت هو مالي كسلطن متكرنمو لحجعلو يبصي السياسة دي. ما أنت ومالتي لسوغي ما أنت ومالنا حدا وأنا مالتي دوني لتاقي إسكاشيك حزبك وطني يورو سياساتك في فرعونيكا وحي إليس يفتين ويه سومالي لان تغصب أي ندوري إنو إن دمانتين دبلي ومشرحة مدحويني يكو حقين كي يا دمان هوغانكا حزبك وطني يورو سياساتك كا وحنا قلنا او تيك كوبا دي اسكاشيغا لبدا دينا وها اما دو بحاد وها انا اينو اسوغن نماضنو وها اينو امي دولو سيدا دل كينا جمهورية دا سوماري لان ليس مكيني لها ايجو ودا شيرا اسا امنسان وحوض له ونمي دوبا آيهو دا ايه مستقبل كود وحان هبا ان سومالي لان يسامي سن وحين دورينا سومالي لان سكر صوم وحين دورينا سومالي لان سكوطوبا سومالي لان وحوض له سومالي لان لو لك رشيقا سومالي لان نبضا بروا غوية برارا سو انت هاشيس منهن سو انت هاشيس منهن سو انت هاشيس منهن انت صحيا هالبيغا اسكاشي كم بركايسن ايش بدير دونكا سيدا ديرتي قف كاستو هي سو مال لانا او انت اين لا امسني سيتو صايو غا من دورا يا مانتا اس بهاي سي غيس بدير دونكا اي بركايسن ولا الله يا هو غامي يا روتاه واك كرميا اي كسوبخا بلمها او قادو وحان هلك كعضيني عندما غضبنا أن كهشيني أولون سياسة ذلك كا إلى الحق يجي كفول دونان إن شاء الله وحان كعض صنعي تاغير ياسا حسبك وطني تاغير ياسا أورك كا إيا دمان شعبك السومالي لان إيس بدل دونك أهبا إلى يوحد إياه تلك هو جاه جامين أيام حزب الوطني يور سياسة ذلك كا سيدة هشيس كقعد مشرحة يكحيين كا حزب الوطني
وهانيك يا ولالكي محمد علي أبو عبدي سيدوك الله قبل أبو ما أنت مشرح مدحوينه يا مدحوينه كحيين إيرو ككا والله بضي يا ضوي وحاق وشوري هاي ويسبي هاي سني كتر جمعية إن أنا إنقا وقعم هاي سنة بدبال إنه وحي أين صدحية توكس صدحية صدك السنادور كسو طبعا أي إسلام مركان حقيش إنه هيكسية إيا هملوئي كأم الدين ددكينا إيا دلكينا عند الدولك إيا عوج كسياسة إيا أسلام تقوى قوب كالكدها إيا قوضونك دبدك وحب الله إنه إن دولة دمدا كسرنا ورم كأي جلسي حكومة ترى ما كوها فطاي لدى على نعيسة وهانو جهي أو الرميس نهي الشعب كثير سومالي لأن هي الشعب قبعة أو حريرة ما يمضني يجو سجية هميلوين هرمارينات إن دبوه دمال والبا مغلان وكان كي دمان سود مسوك كاها او كلا غيبين ايا او كلا ابترين ايا او كلا شيء مجاهدين ايا مغربين او كلا صفين ايا عدو قدها ايا نعب كسوكاية دادكري وحي مديه وصمينيو نرورويم نرولين حسلوني سياسة دين نبض يمد نمو ولا نمو ونحيو ذا تال نصيب درسين ما يدعين وهو قانكي اي دورتين وحاو غالي طريق الدن وكدو ونشتكي سحاها كاسوا سيد تاريخ ذا كحردن إن اي قادين إن اي قادان هو قاميش يقول در رئيس ده ايو مدهو ده هلاك ولا ليال شعب كسومالي الله وحي مديه إن ريادو ديه فشدو دالله قبضي وحي مضنائي إن لو نسو سومالي الله تقرح بضان قول ميل فقيك سنيسا داد كينو نحن قوسمانو ليهين أدريد آساسك سيدة بيها عافماتك شغا أبورك يوح لمدا كواسوا باهية الدولة دمد الله سميسك حسبك كلمية اوضيك كي هاي صاحب كي مدحوين مصبيه سيده اوترد الضلك اغرف طي ايو غلوط بالدمد امدنا اغرف شعب كي سومالي لا وحان لا يهي ولا ليال امدها كالدوان ايدوك انه لا نولي وحي سديريه هاد بسيطة نصيب كوكوبيكو وقان داعدا وأنا أقول لك أن المسؤولية صارت يا مانا دحين أو هيو تاريخ المدى كدورة سومان الله ودى الهضنة ودى الغنية بس هو باهم قشا سياسة يا دغالي أمي سامن سيبول شديد نورشا أيو غلمان وقول نورادا وحقيقة سيدا أمضوه أكل هكاني يهكاني ونأكسيه أي أكل هرمار ويهيه هرمار يدول الوناك وحي ليه نهنان يهكاني اللومر لما فرتري قرأين كرو ما لمبا تراب قول كفولة يسياسة سيدا قبل ضيها دان أجيدا أمضا لقومي هكي كرو وحاد أبتهين إن وسارته يهيدي دل كلاي فردين تغدين سندي ودن بي شغاء باري يهيكسي لهنا آن ايكا صحر وعكا سيدران إن بريها دم الله بلاوي إن وسارته الله قبطو كل مدى حسكي قلبية تاسو شرق الدراء دل يبور برقوا هنانك دولة نمدى ولا ليال هدي أيو ناي شعب كسومان الله وحاد أبتهين إن أي نمانتا هاي صنفو سدوهوي karo dhaqaalaha dhaqaalaha dalkeena iyadoo laga faa'iideysanayo burcada caalamka oo dhami muhiimka waa
ee Allah inagu beeray walaalayaal anigu waa musharaxa madaxweyne isbitaal doonka waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin shaqeeyo oo aanan idin ka shaqeysan waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin dhageysto oo aanan iska kiin dhiga marin waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin mideeyo oo aanan idin kala yirbayn haddii alle inagu guuleeyo insha allahu isbeddelka aad maanta hormuudka iiga dhigteen calankiisana ii dhiibteen waxaan ugu bushaaraynayaa dhammaan soomaalilaada isbeddel doonka ah inaanu soo bandhigi doono barnaamij siyaasadeed xambaarsan isbeddel togan oo dalkan la rabo inaynu ku hagno barnaamijkaasoo si hufan loo qoray lana tifatiray dhowaanna la soo bandhigi doono barnaamijkaasi ma noqon doono ballanqaadyadii lagu hungoobay ee xukuumadda maanta joogtaa tidhi fartiinay dunyadii doontaa walaalayaal haddii aan tilmaan guud ka bixiyo siyaasadda iyo ujeedka ay ku salaysan yahay iskaashiga xisbiga wadaniga ah siyaasadeedka ka ah waxa weeye toosinta dhismaha dowladnimo ee marin habaabay iyo hirgelinta dowladnimo wanaagsan oo ku salaysan himilooyinka dalka iyo dadkiisa danwa xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa waxaa ka soo baxa marar badan isbeddelka mucaaridku wadaa muxuu yahay taasi waxay tusaysaa iyagoo aad moodo inayna leeyihiin cidinaay nooma maqnaa ee aan isla degno innagoo wada ogin xukuumadda kulmiya ku fashilantay hogaaminta dalka walaalayaal isbeddelka aynu shacbiga soomaaliland ugu bushaaraynayno waxaa ka mid ah dib u eegista dastuurka ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka si loo sugo sarraynta sharciga kala madax bannaanida waaxaha qaranka sida uu farayo dastuurku kobcinta wax soo saarka iyo nidaamka dhaqaale ee dalka oo noqda mid ku dhisan xorta ah la dagaalanka musuqmaasuqa si adeegyada dowladda u gaadhaan muwaadiniinta dib u dhiska dib u eegista iyo toosinta maamulka dowladda cadaaladda ciidan iyo amni ee qaranka dib u eegista siyaasaddeenna arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah si looga mina dhaliyo in soomaalilan hesho aqoonsi caalami ah bishaarooyinka ugu dambeeya oo shacabku u sheegayna waxaa ka mid ah inaanay jiri doonin doorasho dambe oo hal maalin dib u dhacda marar badan marka laga hadlayo saamiqabisiga xukuumadii naga horreeyey waxay ballan qaadeen in dalka laga sameeyo tirakool ama census waxaanu ummadda ugu bishaaraynaynaa annagoo la kaashanayna beesha caalamka inaanu census ama tirakool dhaqsa ah uga qabanno dalka haddii aan la yidhaahdo iskaashiga labadan awoodood waxa uu bilow u noqonayaa isbahaysi ummadeed iyo awoodo kale oo siyaasadeed oo u midoobo danteenna oo inoo horseeda nabad horumar iyo barwaaqo isbahaysigani waxa uu sumad u yahay in kulmiyo keligii iyo shacabi weynaha soomaalilaan maanta tartamaya waxaan kaga baxayaa duluudii allaha u naxariistay abwaanhaasna uu ku soo afjaray maansadii dabahuwan rabow daladuulka dhow shilloodihin maalintaas rabow naga sii dabool hortaadana noo dale deegaankana nooga yeel daryeelku halkuu run yahay badbaado qof doonayow ka saada dareen ku beer dareenka samaar ku beer ugu dambayn soomaalilaad ha noolaato soomaalilaad ha noolaato isbahaysigu ha guulaysto
قولي يقبل نبو سومالي لان هنولا.